ونبقى مع هذا الخبر العاجل، وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، يعني نبقى مع ما ذكره التقرير من أرقام هامة للغاية تشير إلى تنامي العلاقات المصرية الروسية في على المستوى الاقتصادي في الآونة الأخيرة. يعني في البداية، كيف ترى أولويات مصر من حضور والمشاركة في القمة الإفريقية الروسية في ظل التجاذبات الكبرى التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة؟ يعني هو طبعا سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والشراكة والانفتاح مع كافة القوى الإقليمية والدولية بشكل واسع. الأمر الآخر هو فيما يتعلق بأفريقيا، مصر على مدى السنوات اللي فاتت والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قادت لعقد قمة أفريقيا أوروبا، أفريقيا اليابان، أفريقيا الصين، أفريقيا الولايات المتحدة. ده جزء مهم جدا، أولا من طرح قضايا أفريقيا في التنمية وحقها في التنمية وإنها ما تظلش مواد خام أو غيره. وفي كاب 27 كانت مصر بتتحدث بلسانها ولسان أفريقيا كحق من في التنمية وغيره. أمر آخر، العلاقة المصرية الروسية علاقة قديمة ومستمرة بشكل واضح فيما يتعلق بالاقتصاد، بالعلوم، بالصناعة، في منطقة صناعية روسية مفترض أنها ستضخ استثمارات كبيرة في مصر بشكل كبير. وفيما يتعلق بالتجاذبات، مصر لديها وجهة نظر. أولا، مصر طوال الوقت تطرح مقدرات لإحلال السلام ووقف الحرب بشكل عام. ثانيا، بتاخد موقف واضح جدا فيما يتعلق بهذا الامر. اعتقد انه كافه الاطراف تعترف بانه مصر قادره، دائما مواقفها بتكون مواقف اولا متوازنه ولا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول، لكنها دائما تسعى في الصراعات الى مسارات سياسيه او غيره. يمكن في افتتاحيه كاب 27 رئيس عبد الفتاح السيسي قدم مبادره لوقف الحرب وغيره. وعلاقة مصر سواء بروسيا أو بأوكرانيا فيما يتعلق بالتجارة، بالزراعة، بالتعاون بشكل عام قائمة ومستمرة. العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية وعلاقات التنمية والتعاون الاقتصادي والشراكات وغيره بالتأكيد قائمة ومهمة، لأنه يعني التبادل التجاري مع أفريقيا، التعاون فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بتوطين الصناعة والطاقة وغيره قائمة ومستمرة على مدى سنوات. وأظن أنه في تعاون في مفاعل الضبعة السلمي في مصر، روسي، خبرات روسية وخبرات أوروبية وغيره في سياقات مختلفة زي ما قلنا المنطقة الصناعية أو كده. فطبعا العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية علاقات دائما مستمرة، وأظن أن دول العالم كل دولة بتحدد بناء على مصالحها وبناء على اتجاهاتها دون ان تتدخل في شؤون اخرى او في صراعات دوليه واقليميه. ومصر سواء فيما يتعلق بالصناعه او التجاره او العلاقات الاقتصاديه بتنفتح مع كل دول العالم، ولها اعتقد شراكات ولجان مختلفه سواء مع الدول العربيه ومع الاقليم او مع دول العالم والقوى المختلفه، تعاون علمي، تعاون اقتصادي وصناعي وغيره. هذا التنوع مهم جدا عدم وجود يعني اتجاه واحد في هذا الامر. العلاقات الروسيه المصريه التجاريه والاقتصاديه بتنامى بشكل كبير، العلاقات بين روسيا وافريقيا وغيره في جزء مهم جدا في هذه القمه، استمرار العمل فيما يتعلق بما بعد الغاء بقيه الحبوب، واعتقد انه هيبقى جزء مهم جدا في هذا الامر. يعني طرحه بشكل كبير سيكون ملفات الاقتصاديه على طاوله زعماء القارة في بطرسبرغ، مشكلات الأمن الغذائي في ظل انتهاء صفقات الحروب الأوكرانية، الارتقاء بالشراكة التجارية والتعاون في اتجاهات مختلفة. يعني طيب، يعني هل حضرتك ترى أن ملف الغذاء هو الذي سيطغى على القمة الثانية للقارة، القمة الثانية الروسية الإفريقية، أم أن هناك ملفات أخرى لها أولوية؟ يعني ما هي أولويات أو القضية الأبرز المطروحة على أجندة هذه القمة؟ بالتأكيد مشكلات الأمن الغذائي والقمح وغيره ستكون جزء مهم من هذا الأمر، لكن أيضا في ملفات أخرى، ملفات زي ما احنا قلنا الصناعة، التعاون فيما يتعلق العلمي، التعاون الصناعي، التعاون في الخبرات، تبادل الخبرات في النقل، في التنمية بشكل عام.
حق افريقيا في انها يكون لديها تنميه واتصالات وبنيه اساسيه، حقوق افريقيا فيما يتعلق بالمناخ وتعويضات الدول الصناعيه الكبرى لمسارات التنميه في افريقيا. احنا بنتكلم على انه روسيا صدرت في الشهور الاولى حوالي 10 ملايين طن من الحبوب، فده جزء مهم سواء روسيا او اوكرانيا او ما بعد الغاء الاتفاقيه. افريقيا فيها مواقع كثيره جدا وفرص كثيره في هذه الاستثمارات، برضو مهمه في هذا الامر بشكل واضح. اعتقد انه اقتصاد العالم الجديد جزء من يعني حلقه نقاشيه مهمه، ممارسه الاعمال التجاريه في افريقيا، الظروف والفرص، ده جزء هيبقى مهم جدا. الامن المتكامل والتنميه المختلفه، الشراكه من اجل السياده الغذائيه، مشاكل الانتقال الى التنميه في حلقات نقاش زي النظام العالمي الجديد، زي التنميه في افريقيا والدول المختلفه، في جزء التبادل التكنولوجي والحلول التكنولوجيه في جلسات مختلفه في هذا الامر، وجود عدد كبير من زعماء افريقيا سيكون مناسبه لطرح كثير من القضايا فيما يتعلق بالتنميه، فيما يتعلق بتنميه الموارد والصناعه والتجاره، البنيه الاساسيه والطاقه، فكلها ملفات يعني اظن ستكون مهمه. واحنا قلنا انه الاقتصاد والصناعه والتجاره صحيح. يعني مسارات مهمه جدا لدول العالم بترتبط بمصالحها دون ان تتداخل حتى في مسارات يعني سياسيه هنا او هناك. بالتاكيد يعني نتحدث عن 49 بلدا افريقيا و17 زعيما يشاركون في هذه القمه، ولكن ما هي من وجهه نظرك استاذ اكرم، ما هي اولويات روسيا من القمة الإفريقية الروسية الثانية؟ هي مش هتكون أولويات روسيا فقط، بالتأكيد أولويات روسيا وأولويات الدول المشاركة، يعني في 17 زعيم مشاركة. بالتأكيد حضرتك تحدثت عن أولويات القارة الإفريقية، كيف تنظر روسيا إلى هذه القمة الثانية؟ بالتأكيد جزء مهم جدا زي ما احنا قلنا، أولا الاقتصاد بتحركه المصالح المباشرة وغير المباشرة، العلاقات الاقتصادية والتجارية، استثمارات وتعاون روسي أكيد فتح مجالات للاستثمارات، دول العالم كلها بتتنافس على فتح مجالات استثمارات في أفريقيا، أفريقيا فيها بنية أساسية واعدة، فيها مشروعات وفرص كثيرة جدا، وده جزء مهم من الكلام المطروح، وبالتالي طبيعي إنه أي علاقات اقتصادية بتعود بالفائدة أو النتائج على الطرفين وليس على طرف واحد، فبالتأكيد روسيا لديها مصالح تجارية، مصالح اقتصادية، مصالح تقنية واستثمارات، استثمارات الخارجية، تعاون في مجالات النقل، في مجالات الطاقة، في مجالات توطين الصناعات، أعتقد ده جزء مهم جدا مش بس لروسيا لوحدها، لدول كثيرة زي الصين ودول أخرى زي الدول الأوروبية، وده جزء مهم جدا، وبالتالي فطبيعي انه روسيا بتستهدف عوائد اقتصاديه من استثماراتها مثلما الدول الافريقيه تستهدف عوائد، لانه دائما حتى مصر بتطرح فكره انه كلا الطرفين يكون رابح من الاستثمارات، وانه افريقيا ما تبقاش مواد خام بس، ده بيدي فرص لتوطين الصناعه، وبالتالي فدوله الصناعه نفسها تستفيد والدول اللي بتستثمر في هذا الامر تستفيد، فبالتاكيد روسيا لديها مصالح سياسيه، مصالح اقتصادية، مصالح تجارية مع دول أفريقيا مثلما الدول الاقتصادات الكبرى، وروسيا دولة كبيرة ولديها مصالح كثيرة، وأعتقد ده معروف بشكل كبير في هذا الأمر. طيب حجم التجارة أو نصيب روسيا في التجارة الخارجية مع القارة الإفريقية يزيد عن 2% بقليل، كيف يمكن للقمة الثانية أن تدفع هذا الرقم إلى آفاق أرحب وحجم يعكس عمق العلاقات التي تجمع روسيا بعدد كبير من دول القارة الإفريقية؟ بالتأكيد مثل هذه القمم بيتم طرح فيها إما الفرص المطروحة أو خرائط للتنمية موجودة، وبالتالي فممكن يتم مضاعفة هذه الأرقام على مدى السنوات القادمة، وأي فرصة للتنمية في أفريقيا بتعكس للطرف الاخر بالتاكيد مصالح مختلفه، يمكن ان تتضاعف هذه النسبه بدرجه او باخرى، خاصه في مجالات الغذاء، في مجالات التنميه، في مجالات الزراعه، في مجالات النقل، في الطاقه، واظن الملفات كلها بتبقى متشابكه بشكل كبير، مما يعكس اهميه انه الالتفات، فمثل هذه القمم واللقاءات المباشره والورش والمناقشات اللي بتدور بتطرح الفرص اللي موجوده في افريقيا
وما يمكن أن تستهدفه روسيا من هذه الفرص أو تستفيد منه فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية وغيره. طب إلى أي مدى العلاقات أو القضايا السياسية ستطغى على أعمال هذه القمة الثانية؟ الواضح أنه حتى الآن أغلب الملفات اللي مطروحة هي ملفات اقتصادية وملفات تجارية، لأنه حتى السياسة نفسها في جزء منها الغاز أو الطاقة أو المنافسات أو هذا الأمر. صحيح. وبالتالي فمن المهم جدا أن كل طرف بيكون لديه وجهة نظر في هذه الأمر، لكن الظاهر مثلا فيما يتعلق بالدولة المصرية أعتقد وجهة نظرها في القضايا السياسية واضحة، بتطرح دائما مبادرات للحل لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي فالفرص أكثر فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة. بالتأكيد السياسة ستكون في خفية الصورة، لكن كل دولة أعتقد لها وجهة نظر تجاه ما يجري في العالم، لكن الأهم هنا هو أنه انعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية بتؤثر على كل دول العالم بما فيها روسيا وأفريقيا وأوروبا وغيره. صحيح. ومصر وباقي الدول، والتعامل مع هذه الأزمة بتعمل بحلول مختلفة، وبناء عليه فإذا كانت السياسة في خلفية الصورة فإن كل دولة لها وجهة نظر واضحة، وأظن أنه سواء الاتحاد الأفريقي أو أفريقيا أو مصر أو غيره لديهم وجهة نظر في هذا الأمر، أعتقد أنها وجهة نظر واضحة تراعي مصالح هذه الدول وتوازناتها. يعني الدولة زي مصر منفتحة مع كل دول العالم ومع كافة الأطراف هنا وهناك، وبالتالي ده أمر واضح، وأعتقد ده أمر بيحظى به احترام وثقة دولية وإقليمية. صحيح. لأنه المواقف المصرية دائما واضحة ما ضد الصراع ومع الحلول السلمية ومع أن المنظمات الدولية أو القوى الدولية تكون قادرة على التدخل في هذه السياسة. وأظن أنه أزمة الحرب الروسية الأوكرانية هي أزمة تتعلق بالنظام العالمي والنظام الدولي بما فيه روسيا وأوروبا وغيره، وربما مطلوب إصلاح هذا النظام بالشكل الذي يتدخل في هذه الصراعات ليقلل من انعكاساتها. ودايما مصر بترى أنه العالم والكرة الأرضية بتعاني من مشكلات ربما تحتاج إلى تضافر دولي، وبالتالي تقليل الصراع والدفع نحو الشراكات والتعاون. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.